hi there i and my buddy joe english are sending our regards today we will do a general english uh, test for third year secondary english from uh, longman revision so let's share the screen and do that together um, first question the man was honored by the government he a lot of achievements for the sake of his country or for the sake of the country طيب يبقى احنا هنا تم تكريم الرجل بنقول ايه؟ he must have made يبقى اكيد هو عمل a lot of achievements يعني انجازات كتير for the sake of the country يبقى احنا بنستخدم must زائد have زائد التصريف الثالث لو بنعمل توقع متاكدين منه في الماضي اكيد هو عمل achievements او انجازات for the sake of his country يبقى اذا بي الاجابه الصحيحه طيب نمبر 2 I think I my watch in the hall please can you check this واحد بيقول ممكن أك ممكن اكون نسيت الساعه في الصاله in the hall can you please check this يعني ممكن آآ, آآ, تشوف الموضوع فاذا هنا انا مش متاكد 100% ما بقولش must لا يبقى might have left لان انا مش متاكد طالما في uncertainty يبقى استخدم may او might وطبعا حاجه عملتها في الماضي ان انا نسيت الساعه او سبتها يبقى might زائد have زائد التصريف التالي يبقى might have left يبقى سي الإجابة الصحيحة طيب نمبر 3 حاتم his car it is still in front of the house طيب أنا هنا عايز أقول أنا متأكد من الحاجة بس بجيبها بصيغة النفي هو مش ممكن <coughs> thank God. هو مش ممكن يكون خد السيارة لأن هي موجودة أمام المنزل يبقى he can't have taken his car حاتم كانت هاف تيكن his كار يبقى لو حاجه متاكد منها اقول must ذا اد هاف ذا التصريف الثالث حاجه متاكد منها بالنفي اكيد ما عملش كذا يبقى كانت هاف زي التصريف الثالث كانت هاف تيكن his كار مش ممكن يكون خد السياره ليه لان هي ات از ان فرونت اوف ذا هاوس يبقى ايه الاجابه الصحيحه طيب نمبر four. شي ات هوم I have just seen her in the club. أنا لسه شايفها في النادي، يبقى أكيد هي مش في المنزل، يبقى كانت زائد الفعل بقى، يبقى she can't be at home. هنا إحنا بنعمل توقع متأكدين منه في الوقت في الوقت الحاضر، فبستخدم كان can أو كانت زائد الفعل، يبقى كانت بي at home، مش ممكن تكون في البيت. يبقى دي الإجابة الصحيحة. طيب نمبر 5: uh, it is likely that my friend traveled to Alexandria by train. يعني من المحتمل ان صديقي سافر اسكندريه بالقطار this means he might have traveled to alexandria by train احنا قلنا استخدام may او might معناه احتمال بس انا i'm not sure it is not certain ليس من المؤكد يبقى طالما ان هو likely يعني محتمل بس not not sure يبقى استخدم may او might يبقى اذا b he might have traveled وطبعا have traveled ده حاجه في الماضي ان هو عمل حاجه في الماضي طيب نشوف الجملة number six بيقول uh, Rehab all of us spoke politely with her ورحاب إيه وبعدين all of us spoke politely with her okay يبقى can't have been insulted مش ممكن يكون حد يعني شتم can't have been طبعا هنا uh, can't وبعدين have التصريف الثالث هنا مبني للمجهول يبقى جاب بين وبعدين البي بي او الباس بارتيسيبل اوف ذا فيرب اكيد ما فيش حد شتمها لان احنا كلنا تكلمنا معاه بشكل مهذب اذا بي احنا برضو سيرتينتي عن طريق النفي بجيبها منفي اكيد ما حصلش كده يعني يبقى كانت هاف بين انسلتد اوكي انما اما اقول كانت هاف انسلتد يبقى هي اللي شتمت مش هي اللي تم شتمها الجمله او المعنى بيقول مش ممكن هي تكون تم شتمها لان احنا تكلمناها بشكل مهذب يبقى خلي بالك الفرق بين بي ودي لو كان رحاب هي اللي عملت الانسالتنج يبقى كانت هاف انسالتد لكن هي اللي مش ممكن يكون حد غلط في حقها او اتكلم عليه معاها بشكل غير مهذب يبقى كانت هاف بين انسالتد اللي هي بي طيب نمبر 7 The young man was set free. The judge sure that he was not guilty. يبقى الرجل تم إطلاق سراحه the judge القاضي ماله بقى أكيد كان متأكد إن هو غير مذنب يبقى must have been sure must have been أكيد كان متأكد that he was not guilty إن هو لم يكن مذنبا يبقى هنا must زائد have زي التصريف الثالث برضو عمل توقع وفي certainty إن أنت بتعمل يعني توقع لحاجه وهي مؤكده بالنسبه لك يعني يبقى must ذا إدهاب زائد بين يبقى سي الاجابه الصحيحه. طيب 8، it is probable that, the, that he forgot to reply to my email. يعني محتمل هو نسي يرد على الايميل. This uh, means that he have forgotten. يبقى he might have forgotten. احنا قلنا الحاجه اللي فيها uncertainty يعني غير تأكد يا إما استخدم may أو might يبقى ممكن يكون نسى يبقى he might have forgotten يبقى إيه الإجابة الصحيحة طيب number nine this is the club in we played the tennis match yesterday طالما جاب preposition يبقى استخدم which لو ما كانش جاب preposition in كان ممكن نقول where هذا هو النادي where we played the tennis match لأن where تدل على الزمن هنا مستخدمة يعني كلمة وصل أو relative pronoun ضمير وصل indicative of the place لكن ده في حالة عدم وجود إن اللي هي حرف الجر لكن مع وجود أي حرف جر إن أو on أو غيره أو أت أو كلام زي كده يبقى لازم أستخدم which وما استخدمش where يبقى this is the club in which we played the tennis match وخلي بالكو السؤال ده بيتكرر كتير نجيب which أو where ولو جاب preposition تبقى which لو ما جابش preposition تبقى where. طيب نمبر 10 بيقول: I don't think باسم is serious. Do you believe he says؟ طيب انا انا لا اعتقد ان باسم جاد في كلامه. هل تصدق ما قاله؟ يبقى ما هنا اللي هي وات مستخدمه كضمير وصل. Do you believe what he said؟ اوكي. Okay. او do you believe what he says؟ يبقى هنا وات مستخدمه كضمير وصل يدل على الشيء نفسه او relative pronoun يبقى what he says دي. طيب نشوف نمبر 11 uh, uh, جمال made a silly mistake his friends criticized him يبقى جمال made a silly mistake جمال عمل خطأ يعني <hesitation> uh, وأصدقاؤه يعني uh, يعني انتقدوه من أجل ذلك يبقى for which? for which His friends criticized. يبقى كان أصل الجملة: his friends criticized him for that silly mistake. يبقى criticize somebody for something. يبقى هنا الـ preposition المستخدم for وبجيب which بعد. Okay؟ طيب، يبقى for which? سي الإجابة الصحيحة. Number 12: Shakespeare, plays are famous everywhere, was one of the greatest poets and playwrights in England. طبعاً poet معناه شاعر، وبلاي رايت يعني كلمة تانية بنفس معنى كلمة dramatist يعني كاتب مسرحي. طيب، آه يبقى إذاً عايز إيه بقى؟ عايز ضمير واصل وفي نفس الوقت ملكيه، يبقى whose plays؟ شكسبير whose plays are famous was one of the greatest. تمام؟ يبقى هنا whose uh, plays are famous موجودة ما بين two commas لأن دي جملة وصلية وساعات بيسموها جملة اعتراضية. يعني relative uh, uh, clause وساعات بيسموها parenthetical clause. هي نفس الشيء يعني. يبقى إذا whose هنا عايزين relative pronoun وفي نفس الوقت possessive pronoun يبقى whose الإجابة الصحيحة اللي هو a تمام. طيب نشوف الجملة number 13. My brother attended Cairo University he studied اه uh, هنا بقى حاجه عايزين حاجه تدل على المكان ومش جايبين حرف جر يبقى هنا where يبقى اخي كان طالب في جامعه القاهره حيث درس اللغه العربيه Arabic language and literature يبقى where he studied Arabic language and literature هنا استخدمنا where ليه لان هي مستخدمه هنا طبعا كrelative pronoun indicative of the place وما فيش قبلها preposition لو كان قال in يبقى in which he studied لكن ما جابش بقى preposition يبقى where وزي ما قلت لكم السؤال ده بيتكرر كتير استخدام which او where كrelative pronouns مع الضمير او مش مع الضمير where ما بيجيش معاها سوري مع preposition حرف جر او لا where ما بيجيش معاه حرف جر which لازم يجي معها حرف جر لو استخدمتها كايه أه ك relative pronoun يدل تدل على المكان فهنا ب الإجابة الصحيحة طيب number four, 14 we met our friend father was rewarded for in the participation in the حياة كريمة initiative يعني احنا قابلنا صديقنا اللي والده تم تكريمه في حياة كريمة يبقى والده هنا عايزين uh, relative pronoun و possessive pronoun في نفس الوقت ضمير وصله في نفس الوقت ضمير ملكية يبقى whose whose اللي هي سي. يبقى we met our friend whose father was rewarded. يبقى سي هوز الإجابة الصحيحة. طيب نشوف السؤال نمبر 15. I haven't decided mobile phone to buy. عايز أقول لم أقرر أي موبايل فون هشتري يبقى إيه الحاجة اللي تدل على الموبايل فون relative pronoun حاجة non sensible غير عاقلة يبقى which على طول. يبقى I haven't decided which mobile phone to buy. Okay both of them are smart. الاثنين شكلهم كويس قدامه كده موبايلين فهو مش عارف ويتش وان تو باي يبقى هنا ويتش هي المستخدمه يبقى دي ويتش الاجابه الصحيحه طيب نمبر 16 Do you know the name of the novelist wrote Wuthering Heights طبعا novelist كات كاتب رواية يبقى شخص يبقى sensible شخص عاقل يبقى استخدم ايه هو على طول طالما ان في sensible أو person يعني شخص استخدم في ضمير الوصل هو. حاجة أو غير عاقلة استخدم which. يبقى هنا هو الإجابة الصحيحة. طيب ننتقل للسؤال نمبر 17 هو بيقول: uh, The Vatican City population is around 1000 people. is the least populated country in the world. مدينة الفاتيكان اللي تعداد سكانها ألف شخص أو نسمة هي أقل الـ 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 الدول تعدادا في العالم. يبقى عايز حاجة بقى تدل على الملكية وفي نفس الوقت تدل على الوصل يبقى whose whose population is هنا whose uh, relative pronoun and at the same time possessive pronoun يبقى هو ضمير وصل وضمير ملكية في ذات الوقت يبقى سي الإجابة الصحيحة. طيب 18 Uh, is Mandarin the main language in China؟ يبقى هنا الإجابة الصحيحة spoken in China وكان أصلها which is spoken ما ينفعش أقول which is spoken على طول من غير uh, verb to be uh, وما ينفعش أجيب uh, is spoken من غير uh, برضه uh, ما أجيب يعني ضمير ال, ال, الوصل مرة واحدة يعني يا اما ان انا اجيب ضمير الوصل وفيرب تو بي والتصريف الثالث هو ويتش از سبوكن على بعضها يا اما اعمل اميشن لوتش وأز واجيب سبوكن بس اللي هو الباس بارتيسيبل يبقى في عندي خيارين في الحاله دي يا اما اقول از ماندارين ذا مين لانجويج ويتش از سبوكن ان تشاينا يبقى جبت ويتش اللي هي relative بروناون وبعدين جبت فيرب تو بي وبعدين جبت الباس participle يا اما الغي او ان انا اعمل omission يعني آه حذف ليه which اللي هي relative بروناون وبعدين فيرب تو بي وبعدين اسيب بس التصريف الثالث اللي هو الباست participle وهنا بتبقى آه الجمله مفهومه وضمير الوصل آه مفهوم بس هو محذوف يعني مع فيرب تو بي يبقى ما اقول مين لانجويج سبوكن ان تشاينا كان قصده يقول which is spoken in china يبقى الاجابه الصحيحه سبوكن بس ليه ما قلناش which is spoken لانه ما جابش معاه فيرب تو بي كان المفروض يقول اللي هي بي كان المفروض يقول ايه؟ which is spoken. لكن هو ما جابش be يبقى هنستبعد بي، يبقى الإجابة الصحيحة هي دي، spoken بس، اللي هو the past participle. طيب السؤال نمبر 19. Brazil is one of the top 10 countries in coffee is produced. يبقى in A ها؟ in which؟ احنا برضو عايزين relative pronoun يدل على المكان. لو معانا فيرب لو معانا بريبوزيشن يبقى اجيب ويتش لو معناش بريبوزيشن اجيب وير يعني لو ما كانش عندي ان في الجمله كان الاجابه الصحيحه برازيل از وان اوف ذا توب كانتريز وير كوفي از بروديوس من غير ان لكن هنا في بريبوزيشن ان يبقى ان ويتش وزي ما قلنا السؤال ده بيتكرر كتير وفعلا ده ثالث سؤال في نفس الاختبار عن نفس الايه الموضوع استخدام وير وويتش ك يدل على المكان indicative of the place لو استخدمنا preposition نجيب which لو ما استخدمناش نجيب where طيب السؤال 20 السؤال 20 بيقول ضميتا is an Egyptian city produces high quality furniture يبقى عايز اقول دمياط هي مدينه مصريه تنتج furniture يعني اثاث منزلي عالي الجوده high quality يبقى انا عايزين حاجة تدل على المدينة، تشير للمدينة نفسها مش كمكان بقى كمدينة، يبقى ذات. ذات احنا عارفين إن هي ريلاتيف بروناون يشير للسنسبل والنون سنسبل. يبقى ينفع استخدامه مع سيتي. يبقى دمياطا إز آن ايجيبشن سيتي ذات برودوسز هاي كواليتي فرنتشر، يبقى إيه الإجابة الصحيحة. طيب السؤال 21: مستر أحمد our teacher of English is friendly and kind. اوكي يبقى عايز اقول مستر احمد اللي هو مدرسنا اللي بتاع اللغه الانجليزيه هو فريندلي اند كايند يعني شخص طيب يبقى هو از هو عشان عايده على السنسبل بيرسون شخص عاقل يبقى ريليتف بروناون يدل على الشخص وبعدين از اللي هو فيرب تو بي اللي جاي بعده يبقى الجمله دي كلها هو از اور تيشر اوف انجلش ما بين تو commas لان هي تعتبر جمله وصليه Relative كلوز أو بيسموها ساعات parenthetical clause. يبقى إذا هو is ما ينفعش أجيب هو لوحدها وما ينفعش أجيب هوز، لأ هو is، هوز هنا اللي هي هو apostrophe إز. از معناها هو is. طيب السؤال 22: uh, my uncle promised he buy me a new mobile for my birthday. طيب كان أصل الجملة إيه؟ <applause> اللي my uncle بيقول لي I will uh, buy you a mobile phone uh, a new mobile for your birthday. دي الجملة اللي هي المباشرة. عشان بقى نغير من مباشر لغير مباشر بدل ما هو بيقول I will buy you يبقى he would buy me. احنا بنعمل حاجتين بنغير الضمائر وبنغير التنس وان one step back in time. يبقى will تبقى would يبقى اذا he would buy me سي الإجابة الصحيحة. طيب عشان ما نتلخبطش بنجيب الجمله في اصلها كان ايه الكلام المباشر بتاعه كان ايه وبعدين يبقى سهل عليا احدد انهي زمن او انهي بروبوزيشن أه... اتغير و... والى اخره يبقى هنا كان اصل الجمله ويل يبقى في الغير مباشر اخليها would طيب السؤال 23 هدير uh, said to us I away for a few days طالما ده كلامها المباشر I will be away for a few days لو انا بعمل ريبورتنج لكلام هدير كنت اقول ايه هدير told us that she would be away for a few days لكن طالما كلامها المباشر استخدم ويل زي ما هي بنفس الصيغه اللي هي استخدمتها يبقى ويل بي لو انا هعمل لها ريبورتنج أخليها وود بي بس هي دلوقتي الصح اقول ويل بي لان هي ما زالت ما بين الكوتيشن ماركس اللي هو ده الكلام المباشر اللي قالته يبقى دي الاجابه الصحيحه Uh, سؤال 24 بيقول uh, تامر <applause> انكويرد Why the weekly meeting يبقى تامر سأل Why I had postponed يبقى أنا الأول اللي عملت إيه I postponed أنا أجلت الإيه يعني الاجتماع الأسبوعي وبعدين بعد كده هي انكويرد Why I had postponed انكويرد زمن الماضي البسيط حدث تم بعد الحدث الأولاني اللي نخليه بقى في الماضي التام، يبقى تأجيل الاجتماع حدث الأول يبقى خليه في الماضي التام هاد بوستبوند، وبعدين هو استفسر بعد كده يبقى خليها في الماضي البسيط، يبقى الإجابة الصحيحة إيه؟ اللي هي هاد postponed آخر سؤال نحله مع بعض النهاردة اللي هو 25 بيقول: Could you tell me Uh, why could you tell me why school suddenly yesterday could you tell me why school suddenly yesterday يبقى why you left school suddenly yesterday هنا uh, يعني سؤال غير مباشر ممكن تقول لي why you left نلاحظ ان الفاعل جاي الاول قبل الفعل لان استخدام could you tell me قبل السؤال بيحوله من سؤال مباشر لسؤال غير مباشر اللي هو indirect question اوكي okay? يبقى why you left ما اقدرش اقول why did you leave why did you leave ده لو سؤال مباشر على طول من غير ما اقول could you tell me يبقى did you leave school yesterday why did you leave school yesterday تمام ده سؤال مباشر بس عشان احوله لغير مباشر وقلت could you tell me يبقى why you left الفاعل الاول وبعدين الفعل وبناء عليه بالاجابه الصحيحه ان شاء الله نكتفي بهذا القدر تابعونا في الفيديوهات القادمه هنحل اختبارات اخرى لطلاب ثالثه ثانوي ونتمنى التوفيق لجميع الطلاب